أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك قاعدة واضحة في مسألة العذر بالجهل في الأفعال؟ الجهل على قسمين: جهل لا يمكن زواله، أن يكون في مكان ما عنده علماء ولم يبلغه شيء، هذا يعذر بالجهل. أما القسم الثاني وهو الجهل الذي يمكن زواله لو سأل، لو تعلم، لو طلب الحق وجد من يبين له، هذا لا يعذر بالجهل، لأن التقصير من قبله هو والإهمال من قبله هو.